أمجد، التجربة اللي مضيت فيها أكثر من يعني فترة جيدة بأربيل، شاركت بتأسيس قنوات أو قناة لا، هو كان في تلفزيونية قناة مؤسسة صار لها فترة وبدهم يعملوا أبديت إطلاقة وإطلاقة جديدة، جديدة. فنشكر الله كانت تجربة ناجحة. و احكي لي عن هالفترة اللي قضيتها، بدي اتناول هاي التجربة من عدة زوايا. أولا الجانب الإنساني، كيف تعاطيت مع العراقيين، كيف تعاطيت مع محيطك، طريقة يمكن العمل تختلف. أنا قلت لك إنه الله بيحبني فبيسخر كتير عالم يساعدوني، وهذا اللي صار. في كتير عالم هناك وأنا بعترف كتير بفضل العالم اللي بتوقف معي بلحظة من اللحظات، ففي ناس كتير كانوا موجودين معنا. هلأ رحنا لهونيك، تعرفنا على هاي القناة، شفنا أدواتها، شفنا إمكانياتها. كان مفترض بست شهور نعمل انطلاقة جديدة، بأربعة شهور كنا منطلقين وعاملين لوك جديد، وصارت من القنوات العشرة الأولى بالعراق الحمد لله. قناة سامراء الفضائية أنا مشتاق كتير لموجودين فيها، وعملنا شيء حلو خلال سنتين ثلاثة شهور وعشرين يوم. والفترة اللي قضيتها في العراق، تعرفت على ناس رائعين جدا، على ضيوف رائعين جدا، كانوا يجوا على الاذاعه مثلا كريم العراقي، كنت ما بتخيل انه هيك صرنا اصدقاء، مأمون نطاح، يعني في اسماء كبيره من الشعراء. هن الشعر عندهم شغله كبيره، وانا بحب الشعر من زمان، بحب الشعر كثير كثير يعني. فتخيل جيت وهنيك كلهم شعراء. مهنة جديدة الإدارة، بس أنت بتشتغل بشكل إداري، في عندك جانب إداري هون نسبي، بس لما بتكون أنت بتفوت على هذا العالم، الإدارة الإعلامية عالم خاص، عالم مختلف تماما عن حتى أي نوع إدارة ثانية. مش مثل الكونسيروا يعني، أو مثل فرنقالي أو شيء، لا، الإدارة الإعلامية حالة هي مفهوم خاص ومتكامل تدرس.